السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا نعوى وحكتها بنين وهدو الليلة هذو وتزكية النفس، أما تزكية النفوس. كلمة تزكية قرآن كأي كتمت، لكن دتك وحي استعمالا تربية، تربية النفس أي الاستعمال تربية وحي كدك أنت وكبعين نفت اللي كبعين أيو أما الله بربارين أيو أما الله هجاجين أيو نفت أو للح حساب تم أيو ويان سيدان أقنا هي أيها الإخوة قف كوحو ككو بيا هي جسد هي الروح أيو ككو بيا أما وحم وقضاء هي وح قرصون دتك وحي كد دالان او اهتمام لسارة وحم وقضاء قلفت صار جيرك هدو جيرك قبو الدرنتين كليل بدل الرادين كليل هدا جيرك كلادو قبو اياد الرادين هدو وسخوبو والله ميري يعني دتك اهتمامك وحي ادو الى ليان قلفت صار جيرك صار أيلا إلى اليوم وحنا مهمة إلا كبعيو ألا إلى اليوم ونفته والروح ذا وقلبه وماش إلهه وأجي سبحانه وتعالى. نعم جسد كان إسلامك إلى ليه بكلية اهتمام صار بالكلية، لكن وحك أولي سن وكم مهم سن روح ذا إياكم مهمس قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أنت واحد لقاري سيدا شرك الله إلى اليوم نختار هذا واحد شراء دونك مركا قاري قيبا أقيب سن قرحين تقفك قفك بقى أتقي وحبا لأوان فال حمه هل قرحية سنك الله يرايو دغا الله يرايو محي اول دي نسا وين النسا هل يرايو جيبي قفكي وحليه هل قرحيو دب هل يدس حقا سو انسانك غاري سدو جسد كان ظاهر كا قلفتن موقت سدو الى لله، لكن وحا مهمة قلبك روح دا نفته وحا قرصون ايا ان مهمه وين لسارو تاسا إلا بربارية جسد كان سارع قال لي مسلم والاهتمام كوالا سارع قال هذا إلهي مركم منافقين تأكور رمي إلهي محيلي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم منافقين تهدد اكتب إلهي كوري منك منافقة تعجبك أجسامهم تركوا أكو عجب قليل هبكوا أني سيها هبكوا يهي سلوها الله يو وإن يقولوا تسمع لقولهم هدي هلان فساحدو دو ريسنبا ومنافقة وذكر إلهي كأنهم خشب مسندة قيمة مال قلبك سوى فارق إيمان ما هيو روح دي سوى ككع لكن تركي سن يقلف تنصر آد بقرح بدية هذا الكي سوى عد عدية هيو فصيح لكن إيمان إيا الروح إيا قلبي إيا اطمئنان حس اللوني إيا ذكري إيا وناقا ما هيو إلهي وحد أغاتا ماشا قرى تؤاكتو وقلبك تركا أقول أما هوينادو أما هيرادو أما هبرنادو أما هعصادو أما قرحبتو أما أفرح مادو إلهي ما إليه إن الله لا نبي عليه الصلاة والسلام وحديث
nebigu waxa uu yidhi ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. Ilaahay ma eegaya suuraddaada, kana qurux badan ee ajar badan sii ma jirto, kana buuran ee xasanaadka loo badiya ma jirto. ilaahay waxa uu eegayaa waa qalbiga. qalbigaaga hadduu khayr ku jiro, iimaan haddaad haysid iyo wanaag aad haysid, taasuu ilaahay wax kugu siinayaa. in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayraa. ilaahay waxa uule quluubtiina ilaahay hadduu khayr iyo wanaag uu ku ogaado, ilaahay khayr buu ina siin, wanaag buu ilaahay ina siin. laakiin qalbigaaga haddii laga waayo khayr iyo iimaan iyo ruuxdaada laga waayo, itmiinaan iyo xasilooni laga waayo, ilaahay waxa ku siinaya male. asxaabtii ilaahay muxuu ugu kaalmeeyey, maxaa loogu nusreeyey asxaabtii? ilaahay waxa uu leeyay facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim. ilaahay hadda wuxuu ogaaday quluubtooda khayrka iyo iimaankayaan iyo naftooda si u tasgiyeeyeen, u barbaariyeen, u tarbiyadeeyeen. ilaahay markuu ogaaday naftan wanaagga iyo iimaanka ay hayso, ayuu ilaahay masrigiisii iyo guushii iyo wanaaggii iyo khayrkii ilaahay usoo dejiyey. marka ugu hore facalima maa fii quluubihim, qalbigoogaa la ogaaday, kadibna faanzala asakiinata calayhim. maanta waxaa nahi ilaahu nasrak, ilaahu nasrak, quluubteennina waa khaawiya. ilaahay idan wuxuu ilaahay u eegaa waa qalbiga, meesha u baahan in la maydho, jaanfeer lagu maydho, la daahir yeelo, waa qalbiga. maxaa laga maydhayaa? kufriga, xasadka, xiqdiga, baqdaaga, isku dirka, istustka, dadka la istuso, waxaas oo dhan baa laga maydhayaa. qalbi daahira oo nadiifa, haba dhugnaatid, habad casaatid, saad doontid jirkaagu ha noqdo, laakiin qalbiga haddaad nadiifisid, barbaarisid, kobcisid, tarbiyadaysid, ilaahay wanaag iyo khayr oo dhanba ku siin. cabdillaahi ibnu mascuud wuxuu ahaa radiallaahu canhu asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ragga ugu dhuudhuuban buu ahaa, ugu dhuudhuuban. marka la sheegayo cabdillaahi ibnu mascuud aad buu u gaabnaa radiallaahu canhu, saxaabi dhuudhuuban, jirkiisu u dhuuban yahay ayuu ahaa. laakiin cabdillaahi ibnu mascuud xaguu ka soo baxay madarasadii man? madarasatu rasuul sala allahu calayhi wasalam. cabdillaahi ibnu mascuud uu tabar yaraa, lugihiisan dhudhumihiisu aad bay xoogga maarata tafaha aad ba u dhudhubnaa lugihiisu. maalin maalimaha kamida radiallaahu canhu isagoo oo geed koraya oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu ay ag joogjoogaan hoos joogaan, ayuu geed buu koray si uu cadow uga soo jabsado. saxaabtii baa eegtay, tafihiisii bay arkeen oo aad u dhudhuuban, way ku qasqusineen radiallaahu canhu. nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, mima tadxakuun, maxaad ku qoslaysaan? lugihiisuu nebigu eegay markaasuu arkay lugihiisuu aad u dhudhuuban. nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, atadxakuuna min diqati saaqayh, ma lugahan dhudhuuban baad ku qoslaysaan? buu nebigu yidhi, ma tafihiisan dhudhuuban ayaad ku qoslaysaan? wallaahi innahumaa athqalu cinda allaahi min jabali uxud. wallaahi buu nebigu yidhi, labadaa dhudhuuban buurta jabalu uxud la yidhaahdo, intay la-eg tahay jabal uxud waa lawala yaqaanaa, way ka culus yihiin ilaahay agtiisa miisaanka. buurta weynee jabal uxud ayaa lugahaasi ka dhudhu, ayay ka culus yihiin. waa iimaan, xagganuu ka dhisan yahay ninku, xagganuu ka dhisan yahay, jasad kan yara dhuuban ha eegin. abuubakar sidiiq radiallaahu canhu asxaabta nebiga wuxuu ka mid ahaa isaguna ragga ugu dhudhuuban buu ka mid ahaa, ragga ugu dhudhuuban ayuu ka mid ahaa. laakiin abuubakar ayaa iimaan ku gaadhay, abuubakar ayaa ku gaadhay khushuuc, abuubakar ayaa ku gaadhay tasgiyatu nafs, ayaa ku gaadhay alladii yu'tii maalahu yatazakkaa wakii ilaahayla, maalkiisuu bixinaya suu iskugu daahir yeelo, tarbiya u helo, naftiisan ku maydhayaa, iimaankiisu ku kobcinayaa, ku barbaarinayaa radiallaahu canhu.
أيها الإخوة، عالم صدح عالم باشرة، عالم الملائكة عالم ليلة ملائكة ملائكة إلهي عقل بوسي، لكن وحشه والليلة هذا اللي مرة كمن يك عقل بيليه شهوة ملائكة. عالم كالله بادنا وعالم الإنس ضدك إلهي عقلي إيا الشهوة بأكون ركبي إنسانك ضدك. عالم كسدح هذا نوح على عالم البهائم شهوة بليهي لكن عقل ملك عقل ملك إنسان كني إلهي عقلي قينا وأوديبي شهوة دينا والغر ركبي الله وديبا هدو عقل جيسن وكفى إذا يستو شهودي سقطته ملائكة إلهي أيك خير بدنانا يا محيا للملائكة ملأ شهود ملأ سقو شهودي سو قبض عقل جيس وكفى إذا يست هدو عقل جا وكفى إذا يسمو أيه وشهودي سأرعى أنا محنقن حيوان كأكهو سيا حان حيوان كمحاد الظلمي حيوان كعقل ملأ إلهي مركو كور رمي قال هذا محو إلهي إنهم إلا كالأنعام حوالها اللي مديهم بو إلهي بل هم أضل حيوان كوي كهو سيان بو إلهي حيوان كعقل ملأ كان عقل بولي كمو فايد يسن عقل يسن بل هم أضل أولئك هم الغافلون كواسي وقار قفلون عقل قوي كفا إذا يسموين شهودي بالراعين شهودي أي الراعين هذا هو كهوس يا إنسانك هذا عقل جيس وكفى إذا يسمو أيو حيوانك أيو كهوس يا محن قنا يا عيد مي عيد وكسي هوس يا عيد وحى نقنا يا مالك قيامة حيوانك نقنا يا يوم يقول الكافر عيد قرآنكم حايد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مكو أركو مالك قيامها حيوانك أعيد لقد نقيو حيوانك أعيد لقد نقيو قيامها مكو أركو أيا وحا أوليها وي شليت هذا إذا هو قيقئه ما نقضو ترابا عيد ما نقضو عيد ما نقضو أيولي عيد بتمنية عيد بكسي هوسي أمحو نقل وحا أقول يا حجر نجاح ذا نار تلوش هدو أي أوجه سيساليري نجاح ذا نار تلوش هدو أي درجة أوجه سيام وقودها الناس والحجارة حق الله قال الدواء نار توحى لجوهرنا يا أبو إلى هيري نجاح يضط درجة ذا سوسو قاري عيد وكسيها سيام نجاح ذا النار تلقو هورين أيو أيو ميل جليا وقودها الناس والحجارة نار تآخرة وحلقو هورين يا أبو إله يلي طب نجاح يضط أيا لقو هورين يا إنسانك هدو عقل جيس وكفى إذا يسمو أي حيوان كوكليته حيوان كمحال الله ظلمي عقل ملك حيوان كأيو كسيه سيا وحا شيخ ليلة هذا عبد الله التليدي كتاب وقري أن ليلة هذا نصب الموائد وحا أكقري قصة عجيبة من فقيها وضعتك فقه قرني أيا الله يرسي من ميت من دنتي أمره ورميت بماشي إليك على ميت بليل ويمت مركي والبابكي وحدي وميتكي كقاضي كفنكي مرادي دلتا لأو كقاضي وحا دب وبوذي وأرققحي ونحي محول بوذي ولا أرققحي وحا وليه أقسم بالله العظيم إلهي ما كنت رانيا وحا أركي ميتكي قفكي أو في صورة خنزير وتجيسي وتجي دوفار كأكله خنزير وتجيسي أنت كله وقف عادي جزت فيس
laakiin wejigiisiiba waxa uu isku bedelay waa maxay? Weji khanziir buu isku bedelay. Khanziir waan argagaxay buu, waan baxsaday, waan naxay, waa doofaar. Yacnii wax qofka aan caayino qofkaas waa qof doofaara la yidhaahda. Suuraddii ugu xumayd buu ilaahay subxaanahu watacaala qofka u bedelay. Maxaa dhacay? Waxa uu yidhi haweenaydiisii baan weydiiyey, ordaygaagu muxuu samayn jiray? Waxa ay tiri sixirka ayuu samayn jiray, kitaab qur-aana ayuu meel ku aasay, ciid buu ku durrogay uu ku dulkaansi jiray. acuudu billah, kitaab qur-aana gaalnimadu xaggaasay ka gaadhay. Insaanku xayawaanka uu ka hooseeyaa markuu caqligiisa uu ka faa'iidaysan waayo, markuu naftiisa uu daahiri waayo, xayawaanka uu ka hooseeyaa. Khinziir ayuu noqday qofkii. Kitaabkii ilaahay uu ilaahay inoo soo diray, kitaabka qur-aanka ah, ay siigadu xaggaa ku dish ayuu ka faa'iidaysan waayo. Kitaabkii buu aasay uu ku dulkaadsayaa weliba. Waa kitaabkii uu ilaahay lahaa innahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun. Kitaabkani nebi allow sharaf buu kuu yahay, wanaag buu kuu yahay adiga iyo qoomkaaga, wanaag buu niyahay. innahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun, sharaf buu niyahay, wanaag buu niyahay. Waa kitaabkii la isku dahirayay, la isku tarbiyadaynayay, nafta lagu dahirayay ayuu insaankii aasay uu ku kaajay. insaankani wuxuu isku dahiraya waa cibaade iyo khayr iyo wanaag. maalinka uu ka tago cibaade iyo wanaag iyo khayr uu ka tago, qalaq buu ku noolaan, cidhiidhi buu ku noolaan, nolol wanaagsan ma helayo. ilaahay waxa uu leeyay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, qalbigu wuxuu ku xasilaa. ma aha lacag badan, xoolo badan ma aha, haween qurux badan ma aha, wuxuu ku xasilaa dikrigu, dikriga ilaahay, qur-aanka, nebiga oo lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam, dikriga subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar, aakhiro ood xasuusatid, kaasaad iimaan ku heli, kaasaad qof ku noqon, soo jeeda aad ku noqonays. laakiin maalinka aad ka tegtid, noloshaadu gebi waxay isku bedeli danka cidhiidhi. ilaahay waxa uu leeyahay waman acrada can dikrii fainna lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xashartani acma waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa. ilaahay waxa uu leeyahay ninka aayaadkayga ka jeest, dikriga ka jeest, nebiga inuu ku dayda calayhi salaatu wasalaam iska diida, aayaadkayga ka jeesta, kowniga aayaadkayga qur-aaniga a ka jeesta, nolosha adduunka waxa uu ku leeyahay maciishatan danka, nolol qadhaadh buu ku leeyahay. haweeneyda ugu quruxda badan haba qabo, guriga ugu fiican, fiilada ugu fiican haba galo, baabuurka ugu quruxda badan haba wato, cidhiidhi buu ku noolyahay. dank qadhaadh waa isdilayaa, kinin buu habeenka ku seexanayaa, wuxuu ku riyoonayaa waxyaalo kale, argagaxna ku jiraa, wuu sasayaa. maxaa yeelay khushuuc ma hayo, ma hayo xasilooni, ma hayo noloshiisa oo dhan waa qadhaadh. aakhirana ilaahay waxa uu leeyahay waxaanu keeni isaga oo indhala, markaasuu ana rabbi lima xashartanii acma, ilaahu meeshan maxaad ii keentay anigoo indhala, waqad kuntu basiira, adduunka markaan jooga waan indhaqabay. ilaahay muxuu ku oran? qaala kadalika waa sida, atadka aayaatuna, aayadahaygii baa ku yimid, laysku dahirayay, tasgiyatu nufuus lagu helayay, laysku barbaarinayay ayaa ku timid. atadka aayaatuna fanasiitaha, waad iska ilowday, waa lagu washaa baad tiri qur-aanka. waxaad tiri qur-aanka, qur-aan baad nala daba socotaan, qur-aanku waa laga tegay. atadka aayaatuna, aayadahaygii baa kuu yimid, nebi muxamed baa kuu yimid sala allahu calayhi wasalam, waad ka jeesatay, waad ka jeesatay, diintii baad iska diiday. atadka aayaatuna fanasiitaha,
وان إلوذي مال أخرين كماد وان توبين فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى أذو إن الله ينارت لغو تريو لغو إلوذي إله إلي هاي آياتك ما جيت بابور كدون تد وضو قريقا دون تد قل ذكرك إلهي آياتك إلهي مالك أدك جيت يا ويلك هو قاقا قصة بقاهرة كدعلي نين أيا رق أسكرة وإيمان شير هبينك ولا عوين شير صلاة كعان ساقو مكة وحقا سوس كفردية مروال بصلاة ويانا وأسكرتي ما يو ولا فردية وشكايا ودوا ودوا شرع دبقو ودوا وحانا دعي شاكادانا دعي سيدان وربو ملا وكانا وركا سوء نبقو ورما ايكو كريوائي صلاة دي عبادة دي ايا خير كي ايا نفتي سئنو طهيرا ايكو كريوائي سوى البلايلي ولا كريوائي وحا أوليه الراويق قصد سوقري إلهي بان كدارنا يا إنانا كدارين إير قصد سيدة ودعلي وحا أوليه مال المال ما هكمد أما قيلا ما قني وان يعني قرقي سيبان تقني وحنا لويلي صاحب كيم بارنت إنا لله وإنا إليه راجعون وان أرقك حني بولي نكي مسؤول كأهابا أشاقني وحا أويلي سوى ناكسان هالله آسو آسكي سهل لك قيب قالو جنازدي سهل لغو قاضة فردها لغو قاضة فردية ما سوى ناكسان بانسين نصر أي الله آسايا وحا أويلي سلام بالبحيي لأنه نوشق انشري وركو كان يشري سردون أيوه لكن سلاد ما تكنين دين مؤقون وحا أويلي وحان أكحين حقا إيه جنازة ميت قبري قعيان أكحين وحان كوضنا وقبري وماشي كبقر كو قلي فقير كو قلي مسكين كو قلي قيب اللو ولا قلي ويا قبري قيبان وضنا وحا أجلسان أسعني إلهي با كنت نارتا أي فرضيه با ديضي ولا إسكو ياعي ولا أرققحني فرضيه ولا بوضي وان استاغني وان مس إلهي او اوغيهي انتو ليغيهي او نغو سوردي حقو كسوبحي قبري ننك الربنو انا كردنو كسوبحي فوالله الذي لا إله غيره قبري كسوبحو وحو سوردي يابا حقا ايا ننك وان اسكو ألقا قحني بيولي وان يعني قبي قاي وحا ايلي وابها المس او بذارلي عدانا مدحيش متصري او افكا كالفوري وحا ايلي مركي ان يعني ولا ارقك احنا افردين ايا عين ايو اسكي تشوك سري وحوغا ونكفو قاني قف قف الله اللي كرم له مس انتالي ومركي اوه ريسين ارقنبو كلية ويني ده يعني وحا او كرا فرسك قبي يسعينو اللقاء وحا ايلي وانس ولا تاقني انكو ولا ارقك احسن ماشي ما نستاقني حوغا مركان سوير ميرسني ايان نري فر الاير هم ايقنو انتان ايقنو بل هن لصوا بحسن ميتك وحا ايلي سيسير اهانا انتان اير راق ادرني ايان لصوا عرني ميتك دبو اسكان نغضي هقي قبرقي انقضني ايكون نغضي وحا ايلي قبري كاري ايان قضني ميل شنبقل او متير كفك قبري قهوري ايان قضني مركي اندون اينا كردن اساقا وحا نوسو بوديبا مسكي انتي لك قبري كاركا صباح ارققح وان ولا يعني بولي قبري وان يعني وحا ايلي كدب وحوغا مركان كا روماني ايان يدب النقضي هذا الكلام مالي شيخ بان نقول شيري شيخي باصوب بحيدات كيبو وعدي شيخي
ayaa waxa uu yidhi ayuha alqowm innahu wallaahi la darsun lakum yajibu an laa yunsa, waa darsi dadow wax ku qaadsa, waajiba in la iloobin, waa cibra liman yactabir, qofku cibra wax ku qaadanaya cibra u noqonaysa dadow. ilaahay waxa uu doonayaa inuu ina tuso aayaadkiis, wax walba ilaahay inuu karo dadow ilaahay u toobadkana sheekhiiba xaggii ku waani dadki. kadibna sheekhii ayaa u soo dhaqaaqay xagga iyo maski, waxa uu ku yidhi isaga oo maskii la hadlaya, nebigaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam in qofka cibaadada ka taga iyo salaada maska lagu salin, masow noo kahadi intaan aasayno. waxa uu yidhi maskii waan noqday, waan ku rognay annaka oo degdegan oo wala argagaxsan midba midka kale uuna la hadlayn ayaan ku tuurnay, luxud geli iyo ma jirto, waan ku tuurnay ciidda ku raga horay ka gaarsiin, mid walba uu argagaxsan yahay buu ku leeyahy war isku mahayno. waxa uu yidhi sidii bahiimo lax dhimatay oo kale ayaan qofkii ku rognay, dhagga xagaaji iyo rushaaya u duceeya ma jirto, waan ka yaacnay meesha. qisadaasi waa run, wallaahi aladii laa ilaaha gayru, saasuu leeyahay waxaan ku dhaaranayaa ilaahay qaahirayna ka dhacday. sheekh kale waxa uu leeyahay oo qisadaas oo kale waxaa la yidhahda saciid ibni musfir ayaa la yidhaahdaa, waxa uu leeyahay taas oo kale dhacday, laakiin markii saddexaad uu nagu soo baxay maydkii buu isku laablaabay, markaasaan maqlayna jajabista u jajabinaya qaqaqa isagoo maydka lafihiis jabinaya. walaa xawla walaa quwata ilaa billah, insaankii karaamada lahaa ilaahay uu yidhi fa amaatahu uma amaatahu fa aqbara, ilaahay qofkii siduu u sharfiyey u karaameeyey qofkii marka uu dhinto ha la aaso, ha la aasaa la yidhi, ha la asturo qofkii, xataa insaankii markuu naftiisii uu taskiyeyn waayey u hagaajin waayey u cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii uu ka tegey, xataa waxaa sugaya qabrigiisa waxaa ku sugaya abeesadaas ama maskaas ayaa sugaya hoggiisa. ina nebi aadam kama faa'iidaysanayo waktigiis cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii la isku taskiyeynayay ayuu ka tegey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa qur'aanka uu ku leeyahay qad aflaxa man tazaka, laakiin aayaadka ka horeeya haddaad soo akhridid, ilaahay waxa uu dhaaranayaa 11 goor ayuu ilaahay dhaaranayaa. bal ina nebi aadama maxaa kaa madxada, ilaahay baa kuu dhaaranaya, markuma dhaaran wallaahi ilaahay kuma oran, 11 goor buu dhaaranaya, waa suuradda quraatu ilaahay 11 goor u dhaaranayo. ilaahay muxuu dhaaranaya bal u fiirso, ilaahay waxaa le washamsi waduxaaha, washamsi waduxaaha dadu waxaan ku dhaaranayaa cadceedda iyo iftiinkeeda, walqamari idaa talaaha dayaxu markuu cadceedda iftiinkeega oo kale u yeesho ayaa ku dhaaranaya, wannahaari idaa jallaaha maaliku markuu iftiinkiisa uu soo baxo, walleyli idaa yakshaaha habeenku markuu aada u madoobaado, wassamaai wamaa banaaha samada iyo rabbigii dhisaan ku dhaaranaya, waalardi wamaa daxaaha dhulka iyo rabbigii gogle baan ku dhaaranaya, wanafsin wamaa sawaah ilaaha nafta wanaageega hagaajiyey ayaan ku dhaaranayaa, fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha khayrkeegii iyo wanaageegaba u kala caddeeyey ayaan ku dhaaranayaa. ilaahu maxaad u dhaaran, 11 goor bay ilaahay dhaartay, maxaad u dhaaran rabbiyo, maxaa kaa dhaarsiyey? ilaahay waxa uu le qad aflaxa dadow waxaa liibaanay, oo xaqiiqa ah oon shaki uu ku jiri, dadow waxaa liibaanay, man zakaaha ninka naftiisa tahira mayra tarbiyadeeya, xumaanta ka mayra, xiqdiga ka mayra, xasadka ka mayra, naftiisa kobciya ee hagaajiya, naftiisa hagaajiya, qalbigiisa nadiifiya, kaasaa dadow liibaanay oo wanaag iyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqba u sugan buu ilaahay leeyahay, kaas ayaa liibaanay buu ilaahay.
وقد خاب وحاهوغي او خساري من دساها كنفتي سكتنتي او ابيالين ما وناك بيكسو غنت هاي ما خير بيكسو غنت هاي ما شرب او ابيالين لا قنيا وحول با حاران يا حلال يا وحول بالله قنيا كاسا هوغي الى هي لي قد افلح من تزكى وحالي باني قف كنفتي سطهيره وذكر اسم ربه فصلى ربك إله المجيس حسي صلاة تكذي كاس لبانب إلهي لي إلهي باكور دارت إلهي باكور إن النبي آدم وانكور دارنيا وانكور دارنيا إن النبي آدم وحانكور دارنيا آيات كي يكور دارنيا إن النبي آدم لبان يا خير من دون سائي ونال نفطر إلالي قلبك إلالي وحن قرصون إلالي تاسر أنو كالي حساب تميا هداد كوب عسيد وده هجاجسي كاسا كوب قرقاري كاسا وحكو سيل كاسا كوب كالمين كاسا الليبان يا خير كوب قاري مالين كأد كتشيست مالين كأد كديد مالين كأنا واد هوكت واد خسرت بإلهي كلية أعراب النب بدوا ودمير كي سفوشا أيا وحا أم قرين القرآن أخرية والطور أخرية مركو قرآن كا أما والنجم هو أخري مركو سوق قاعدين نكى قارقة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ده مركي سوق قرعي جب والله قبتوح على ورم حاكو هلا وحقو يلي إنسان كان مدح ذكاء إنسان كان مدح ذكاء إلهي بالرمي واي إله إله وقدرت إن النبي آدم وانكور دارنا يا إيوان شير حق بنا إلهي بك دارسي إنسان كريم ماذا حذك أبويل إن النبي آدم نفتني وحي ربطا إن التزكيست إن الميلد بي ربطا شرع رن يكسو بودي لكن إن اتقبت بي ربطا إلهي وحوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس نفتي وحول بكسو أردي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلهي وحول إنك كعب ستلا كلك ربي نفتي سطهيرة إلى لي ونهى النفس نفت كقب سأدي ذا النفت عن الهوى هو ذا أدي ذا فإن الجنة هي المأوى كاسي قبا قبدي سئي ماشا أقدم بين يوم وشنئي وناقب إلهي إذا وحا ظهر نفتي قفك خير كأوهرية وناجي وقفك النفتي سطهرة كاس أوهرية تزكية النفوس نفط أول الطهرة للنظيفية أول البربارية أول الميرو ووظيفة الأنبياء إله الرسوشي سمحوا صدري وظيفة قبنية المحياة هي تتك إن الطهران أو الميران أيها نفتو إن الطهران حتى حقني أهجاكتو ترك جسدك أنتي سكلوها جاجي نبي قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضقة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ضضب سأسأل لي النبي عليه الصلاة هوي ألا هوي بوي النبي عليه الصلاة والسلام هوي ضضب جسدك وحا كتير حبية متغير يا كتير هلي بيربا كتيرا وصلت يرو هلي با وصلت ده سي هده هكاك سيناتو جرك انتي سكالو هكاك هده حماتنا جرك انتي سكالو حمان وقلبيها انبياء ده وظيفة ده وحايد قلبيها إنه هكاك شيان إساقه هكاك جرك انتي سكال إساقه هكاك وظيفة الانبياء وإنه ماشا هكاك شيان ربنا ونبي الله إبراهيم عليه السلام أيام كنت دعيني محاويل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إله أسر رسول إيكا كمذا وآياتك أقبرا حديث أقبرا يزكيهم أو طهرة نظيفية بربارية تربية ذاية إله أسر نبي الله موسى عليه السلام مركي الله قال فرعون فرعون أو كبري
فرعون وسخات قاضي وكبري إلهني مشكتي ما علمت لكم من إله مساسو ليا ما علمت لكم من إله غير إله أن أنيق أهني ما أقام الله أنيق إلهي سأقول أنا ربكم الأعلى ربي جيني وسري وأني وكبري فرعون حتى شيطان بكي يا بيدي أنا ماشي مجاري ماشي أنا إلهني ما أشكت مجاري ما علمت لكم من إله غير مساسو ليا إله أن أنيق أهني ما أقول نبي موسى ليد أرض فرعون اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى أرض فرعون وكبري فقل هل لك إلى أن تزكى فرعون مكو قادي هل لك مكو قادي إلى أن تزكى من والبواد قادي خلاص إن يهضب ما استهري إلى أن تزكى ما استهري ما استربي يدي بل ماشن من نظيفني فرعون وأهديك إلى ربك فتخشى هنكو هنوني ربك هنكو برو آيات كيس ربك وهدك عبستي فرعون مكو قادو خلاص حمان والله قتميشي قدن بيسي آيات قادي ربك إن يرمى أسعو النقر وظيفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تاسعه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلهي بالي إلهي هو ككسر أحصار أميين تي أن وحب أخرين وحب أنجرين شيء التافهم ما لا يعني جايز كل ليني عرب إلى معك سؤال أحسار رسولا منهم رسول إياك كمدة يتلو عليهم آياته آيات إلهي بكو أخرية ويزكيهم والتزكيذين يا والطهري وحبو بري يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن كبري حكمة دبرية حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال كبير هذا مرق هذا حماني مرق هريك وشريني فساد لكن النبي محمد بأصاب بحي عليه الصلاة والسلام النبي محمد بحقي أويري النبي محمد بطهري النبي محمد بنحفدي عليه الصلاة والسلام النبي محمد بكان أويري أول بربارني كان أويري أول إلهي كعبس كان أويري أكل لا تقبل نبي محمد بن أحفديا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز إيكتيد وآب وأضي وإن يرى الشاب ومربي ومعلم وإمام وهجامي وملحوين ومسكين عليه الصلاة والسلام قاتون يرد أحد أسكي حريا نقح لنا أولبا مركز كأيجين أصحابته وكيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحيكون أهدين من أدبك يا رسول الله رسولك إلهي أياك إدبي يأسن خصوصا صار رسولك إلهي لنا أول بواد كتب حدا خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نبي الله يأسن خصوصا إدبي يأسن خصوصا صار رسولك إلهي نبي محيي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي إلهي بائي إدبي إلهي بائي التزكيري إلهي بائي النظيفي إلهي بائي سوساري أدبني ربي فأحسن تأديبي نبي وحاول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحل إي سوساري أخلاق ده بيعد تيد السرسارة إن أنتم يلو أنبوحي أيال إي سوساري بالنبي عليه الصلاة والسلام إذن وظيفة الأنبياء محي أهي تزكية إن النفط بربريان إن ذاتك تربية ديان أي أهي خلق مع الله يخلق مع الخلق إن لي ما دان خالق الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها ثوار سواء ما هي الخلق مع الله أبكد إله ولا دقمي عبادتي ساء دينتي ساء أدور دقمي طلب هذا وخالق الناس بخلق حسن تتكه أبكد ولا دقمي خلق مع الخلق كان ذا وحى كان مدوني وناج مدوني كان ذا وحى هلا يوم بس قفك استهيرة استربية ذي النفتي سئلالي كأم كان ذا هلا إلهي وحى أولي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
إلهي وحى أجري قف قيامها يمادة يا خير كؤوس أدريري وكواريا بإلهي إلهي وحى لذلك وذلك أرنكاسي يا شنضاسي يا ولاكاسي وحوسو غيهي من تزكى منك استهرا التزكية اللي مادة التربية اللي مادة نفتي سكوبعية إس إلالية فسادك يا شرك يا حمانتا إس كم ميدا كاسو إلهي لي أي شنضا قالي ولا قفو غينا يا نارت نارت إلا قفو غينا دوني تزكية اللي ما بس إلهي وحوي وسيجنبها الأتقى كالتقي أي النار تلقى فغينية الذي يؤتي ماله يتزكى كالعكتة بحين يمحو بحين يتزكى واستهرى ذنوبت اسكام ميريا شرك اسكام ميريا مساكين تصينا يا فقراء تصينا يا ذاتك باهم تصينا يا هوس كر انت بقو بحين يا واستهرى تزكيده أيها الإخوة وقرقار وعون من الله إلهي ويديسو وعون إلهي أدون كي سقفك الدونو إلهي سيا إلهي وحأو يلي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سورة نور إلهي وحأو يلي فضلك إلهي هدين أهين كركينا ين حريست إلهي قف في تزكية مهلي ما زكى أحد منكم قف مد هروبين ذنبك مفقادين ولكن الله يزكي من يشاء لكن إلهي قفك الدعنة أيها البربارية نفتس الطهيرة وما أنت كفق يا خيرك وجعلسية نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا إلهي ويدي سنتشري تزكية إله نفت أي برباري إله نفت تزكية ليسي حورن شري النبي قد عدي سمحاي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إله ألك عبس جيجا نفط إذا جرسي سي بر إله نفط أي طهر نبي محمد بأورنج لي صلى الله عليه وسلم نبي محمد الدم بيسي هارا يكيد دم بلر دافي وإلهي وجه على خير خلق الله أي أرجل اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أيها الإخوة الكرام نفتني وحي أبها أنت هاي تزكية إلا الطهير أي أبها أنت مجاهدة إلا لدغ علم أي أبها أنت نفتن وحى كل مان شيطان بكل مان شيطان بمر والبهيست مر والبؤوث خير كجرت مالك لك وسواس لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم شيطان بيلي إله وحن كل دارنا يا وين دادا إن النبي آدم مال والباك قائما لنا عميلي تانك قائما بدحنانك قائما حق هرانك قائما حق الدمانك قائما انتو دبادن هيلي ميسي خير كو هيلي ميسي شرك لكن وحو إلوبي حق السريع حق هوس يا ربي آتي نفسي تقواها قف من إله إلهي إلهي بريو يوم أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد إنه إلهي سجود إلى ربي إله كلمة لي لبضها سؤال إذن شيطانك مر والبوح الرب إنه حماك قرده نفتا وحى أبها أنت المجاهدة وادعى إن النبي آدم مات والخلطنطي ربي إلى فلي سهنا طوبت كان إلهي حقي سوى أرض يا ربي يا ربي هاي يا ربي يا ربي أنق إلهي مر والبر إلهي وكوك المي نفتني وحي أبا هانت هاي إلا الليلي ذاتكو أيها الإخوة برتم بالو قجرة ولا برتمية حق الله سعودة ما تقانا آخر الله سعودة ذاتكو عرريان والله سعودة قبورت أدي قبورتن ويبحسنت قبوري ويبحسمين أدنا والسعودة ولا ولا سعد قديم ولا دمن دانا وح الله سعد وآخره آخره وبنك وحبارة سيدك تا الدنك هذا الدنك ما تجي بنك يا الدنك هذا رن العقل يسيو مي تجي ميس ما لقوا خبرنا لقوا حري ما محل عقد النور ما العقد النور العقد دقو كديمنا العقد ويديسو
waxaan leenahay aakhiraan tegaynaa, aakhira loo socdaa. aakhira waa sanduuqu camal oo meel camal la dhigto. maxaad dhigatay aakhiro? dadku beretan bay ku jiraan, waa la yaacayaa, aakhira loo yaacayaa. qoloftan waa baabuur, mooteerkuna waa qalbiga. qalbigu hadduu wanaagsan yahay oo iimaanayo, jirka ugu dhadhaqaaqi, khushuuc baad heli, cibaadada waa badsan, soonku ku dhibi maayo, zakadu ku dhibi mayso, xaggana kuu fayo, mooteerkana kuu fayo. dadkii hore maxay naga badiyeen? xaggana u fayoobay. abubakar sadiiq camal badan maahay, waa iimaanka. iimaankana keenaya camal badan, khayr badan keenaya. laakiin iimaankan hadduu kaa xumaado, ciiddu hadday gasho mooteerka, maxaad u malayn? usiigadu oo warqadu oo dhagaxu oo wax walba u galo, baabuurka muu dhaqaaqi? hadda maxaan cibaadadii u dhaqaaqi laanah? maxaan u tukan laanah? iimaankeeni muxuu? waa iimaankeena daciif. warqad baa ku jirta, biraa ku jira, qoryaa ku jira, xan baa ku jirta, caybaa ku jirta, ilaa caybaa ku jira, diin caybaa ku jira, waxa xumaan oo dhan baa qalbigeeni ku jirta. ma dhaqaaqaya baabuurkii? ilaahay wuxuu ihi kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun, waxaa quluubtoodii daboolay waxay samaynayeen, sharkii oo dhan iyo xumaantii oo dhan ayaa qalbiga. ma dhaqaaqay baawurki? warqad baa ku jirta, xumaan baa ku jirta, cayb baa ku jirta. ka sifee waxan oo dhan, istusnimada ka sifee, ka sifee xiqdiga, xasadka ka sifee, xumaanta ka sifee, dikriga ilaahay badi, laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah, cibaadada badi, khayrka u jeedso, qubuurta tag, ku cibro qaado. dadkan wada saadu kale ahaay, quslayay, cunayay, cabayay ayay ahaayeen, ku cibro qaado. qur-aanka akhrintiisa badi, iimaankaaga waxaad arki adiga oo dhaqaaqaya, adoo ohiyaad is arki, adoo salaatuliil kacayaad is arki, adoo xagga ugu horeeya ku jiraad is arki, waa dhaqaaqi marka. laakiin haddaad isku ilowdid, sidaas umaa dib usii socon ilaa marka dambena naarta lagu tuuro. idan naftani awrka, awrka lamid, awrka wuxuu u baahan yahay intaan la rarin in lalaylii u baahan yahay, waa la barayaa. waxbaad saari, u tuuri, kan kaal u saari, u tuuri, marka dambe u baran, u falis, u joogsan, markaasaad wax ku rari kartaa. naftanna waa sidaa, waxay u baahan tahay in la layliyo. iimaanka ku dadaasha, khayrka aad ku dadaasha, daacadda aad ku dadaasha, way adkaysan marka. soomka way adkaysan, cibaadada way adkaysan, wanaagga way adkaysan. dadkii hore, salafu haadihi al-umma, waxay ku dadaali jireen khayrka oo dhan iyo wanaagga oo dhan bay ku dadaali jireen. haweenaydu, odaygeygu markuu subaxdii uu ka baxayo, waa dadkii hore salafu haadihi al-umma, albaabka u joogsanaysa, iimaankay ugu fiirso, maxay leedahay waryaahe? waxaan karnaa adduunka, gaajada adduunka waan adkaysan karnaa, wax waayi mayno. haddii aad wax soo weydid maanta adigaa baxaye, xaaraan ha noo soo qaadi, adoo iska faaruqa noo kaalay. haddaad wax soo weydid kaalay, waan iska soomi karnaa, waxbaan meelaha hadda waxa laadi kale. duhurkii markuu soo noqdo, awal shay uu weydiinayso ma taqaanaa? maanta muxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, adaa nebiga la joogay, maanta maxaa qur-aan soo degay? taasay weydiinaysa. habeenkii markuu seexanayo, waxay leedahay maad ii baahan tahay? mise war cibaadaystaa? salaatuleyl iyo cibaada ku jira. haweenkeena maanta, yaa weylag, haddaad wax keeni weydiin, xaaraan iyo xalaalba wax walba keen, wax walba adoo dhiga baa lagu leeyahay. saaxiibade waxay haysataa waxa iyo waxa, galaaseerkan maan daba wada, mid kalea soo baxay oo lagu shido waxaaso yacni waxa weeyaan, mar walba waa iimaankii, guryaheenii iimaankii baaki, caruurteenii iimaankii, iimaankeenii baa wuxuu noqday ka kac. odaygii iimaan ma hayo, caruurti iimaan ma hayo, maxaad male marka? waa laysla wala qeyliya magaalada gebigii baad wala qeylaysa. magaalada gebigii maxay la qeylaysaa? hadda waan isweydiino, guryihii baa wala qeyliya. yacni madiine waxaa lagu leeyahay, marka madiine aad soo gelaysid, madiine habeenkii, madiine gebigeygi waxaad moodaysaa shinni inay ka guuxayso, ay shinni samaynayso, malab guux
وسلات الليل يا عبادة يا خير يا دعاء يا أيال وجهة وهبنكي سلات الليل يا عبادة يا خير بلقوا وجهة مقال مدينة جيب جيجا أيال جوحيس إمكا مقال هذا تذكير بحد مقال جيب جيجا جوحيس هبنكي حكي جوحيس تلفزيون ما شدنا قيلة سعته كبد بس سعته تلفون سعته وحبا ولا سعته مقال هذا جيب جيجا أضي إنكيس بس لين يا أضي يسلان تيس بس مقال هذا جيب جيجا جوحيس حيل جوحيس وشر وحمان وتزكية لواهي نفتي أيا نقول ذلك روح دي بان نقول ذلك تاسا كنتي إن دتكو اسكو ولا كعان مالك أدويدت خشوع أدويدت مالك أدويدت حسلوني أدويدت مالك أد قرآن أخري ويدت مالك أي هوين يدادو أي صلاة أي تكل أو خلق يا عديري يا عبادة كما بحيس يا لباتة كما بحيس واحد شيري أنا ير قصدي سحقنا أكو قرنت حمزة الليلة هذا شيء ما ين الدولة ديس أي واحد أضاني إنه جسده أي ضاني وأن تقي عبادة بضل مؤمنة ولا نزكي على الله أحد واحد أضاني إنه هواني عبادة بضل وخير بضل حجابا والدين تيدي كده دالس إنه جسده هو يدي باتير عني قدام أنا كوس حلي كوس دورن قبل ير وقفلا الدين هذا مرت وياي واحد رادي سبع رادي سبع رادي سبع قبل بأهش لكن قبل ناس وح عبادة ليلة هذا ما تقانو قروح بيلا ضحي وضيع حد موده قروح ديله ويعد هاي هبينك شني طبانات كسدو افتي مضيع له افتي انتهى آد بقرح بنات ضرب هاي صار صلانتي ويكه الشيء وهذا المعانتة جبرلو آد بهذا المعانتة صلانتي وورد عليها هاي وحن فوق هاي حور عين أنا صلات تكل لكن أول سؤال ويدي هاي صلاة ما يتكتها هاي مرة ويتكتها مرة ما يتكتها مرة ويتكتها مرة ما يتكتها تا مرة ببويني يقالتك ذا حقي كم مرتي حقي كم مرتي هو هذا أمري وهويني إذا المكان داخل كسوق يصير خلاص لكن ناق لم يدا مجرت قروح ذي ذي نرك يجي سيد تهاي يصير شيطان كبا سجنا كويبيت هذا وحجابي هذا الصلاة بريو سك سو حرق لي هذا هذا يجي أبيه بيسقون هذا عك كويبيت دنا عني دنا عنا الله جا أفوفي وسوق لي بس وحيري أنا أرك أنا تكنا يا بس كبر لعبة وانت الصلاة وحيلو بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين طربت يداك النبي يقول تدين تلك الددال تدين تلك الددال بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام قام أبوه بروبان وحيري وجمان يري وحصل الليل هذا ويتكمل الله ويتكن ويدب بش وبريس ويتكن سيدي بكوينات سيدي بكوكرت سيدي بعرر يقولش مر بس كيرة تكتا لا بعرر يقولش لا بويل يقولش حسلوني لي قولي قيسي وصلاة اللي قلت كني خشوع اللوهين عبادة اللوهين وناق اللوهين عريري وحا أويري ومقنا شقدي بوتغي يدا يلبدي عرورة أي لشي ويكو قيل إذا مر والما ورنا كفاريس تأبيه وحاكو سمعي وهو يدي وحاب يدي بقيل السكو عيتم السؤو إبادة ما الدين ما هيستو عروتي يريد ضربة مارسة مقصالدي وكو مارسة قسالدي مش إنكي لارك القميري عروتك هاتك تاي مديوا الله بصانو يو نور بلود بوچيرا مدنا واشن بلود يوچيرا كي يرا ايا ميل كوري على كل كي كلا قاضي سودو هو ديبو قسالة دي كوري دي باشي هو ريغي سو مشينكي كي يرا يدنا مدباحي بوچيرتا حقي بنفتك كبحضي ويسو أردوه كي يرا كي يقفك هايستو أو ماشا كهاجة هي عرقت
aho walaalkaa way egtaba mashiinkii baalkii oo meeshaas oo ku dhintay way ka soo saartay, way oydo, way cabaado, isagiiba xaggaa qabatay ilma yar, waa 2 sano iyo bar xaggaasay qabatay cadhadii, maxaad walaalkaa, maxaad sidan ugu gashay, maxaad sidan muxuu ka garan ilma yaroo beriya khushuuc baa jirin, iimaan baa jirin, xasilooni baa jirin, way ku dhegtay isla markiiba siday u haysay isagii naftu ka baxday, isagana naftiba sidii ka baxday. Labadiiba musiibadii 2 musiibay noqotay. Maxay samayn? Iimaan ma hayso, wax dajiyale. Guriga ay gelayeen waa dabaq sare, iyadiina waxay tidhi anigana haystiba, xaggiiba iska soo tuurtay oo dariiq usoo dhaaday. Miskiinkii ayaa soo rawaxay duhurkii, may waa loo telefooniyo, waa loo sheegay musiiba dhacday, soo orod baa la yidhi. Wuu soo orday, wuxuu arkay haweeneydiisii oo meesha lagu hayo oo la qabtay oo u argagaxay, inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Meeshii baa lagu qabtay ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay musiibadu ay dhacdo ay ku ducaystay, allahuma ajirnii fii musiibati wakhluf lii khayran minha. Kadibna jaarkii baa qabtay, in yar bay ka fogeeyeen, uu isdejiyey, caruurtiisii baa xasuustay salaanka orod ku fuulay. 2 caruura oo meesha ku dhintay ayuu arkay, wuxuu ogaaday guriga aan lagu dhisin diin, cibaado iyo khayr aan lagu dhisin, saasuu ku dambaynaya marka dambe. Meeshii buu fadhiistay isaga oo le inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Akhiiran dadkii ayuu waxa uu ku waanin jiray inuuna qofku una gursan ilaa haweenay iimaan leh, nafteeda ilaalinaysa, salaad tukanaysa mooyaane. أيها الإخوة الكرام، نفتين الوحي أبهانتها، شق بذن بأبهانتها، مجاهدة بذن بأبهانتها، جهد بذن إن أكون بحين أي أبهانت، وحي أبهانتها إن قبور أن زيارة أن كو عبر قادن أي أبهانت، ذات كي هاري وحي تكي تشيرين غير كود وحي الشيخ الأورنشي ري الشيخ الأورنجي إبراهيم الحربي وحا يري لقد صحبت أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام كيوينا أيار راعي بولي أن لا صاحب 20 سنة لباتن سنة أيار صاحب لأها أن لا سعد بولي صيفا وشتاء حاجة يشيلال بأ وقت قبقوا أي وقت كل البأ ليلا ونهارا هبين يدار أربع والله وحا يري ما من يوم مجرى مال إلا وحا أكد ذالي عبادة مال والبا وحا أرني ما أنت أيك عبادة بدن يهي الشر مال والبا وحا أرني شري ما أنت أيك عبادة بدن يهي الشر وصدق الله وعب سنية قبورت وتجي شري وزيارن شري وكو عبرة قادن شري وصوم بضنا وحا وكعب سن شري سفيان الثوري مركا لغا ورميو سفيان الثوري تابع بو اها وحي كلي وحن مودي جيرني انو دوني او كجيرو دوني دونا اي قرق ميسو ايان مودي جيرني مر ولب و خو اورن جير يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي سلم يعني انو دوني كجيرو ادونكي با وحو كسو قادي ادونكي ايو وحو كسو قادي سغو دوني كجيرو كان او لا قرق ميسو يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي وحا إليه عمر بن عبد العزيز إيا سفيان الثوري وحا مودي جرني كأن النار لم تخلق إلا لهما سدي النار تأوغا عبسانيان إن النار تألو أبور إلا إياك موياني عبسي أيك عبسانيان عبسي أيك عبسانيان نار ونفتو دي سيئو الدهيري جرين عامر بن عبد الله نيلو أورنجري تابعين تأه habeenkii ma seexan jirin markuu aqalka xidho dhulku madoobaado
ayuu xasuusan jiray qabrigii iyo aakhira iyo naartii jahannami iyo naarta jahannama. Nebi muxuu yidhi kun sanaa la shiday ilaa ay ka caddaatay, kun sano oo kale la shiday ilaa ay ka casaatay, kun sano oo kale ayaa la shiday. Fa hiya sawdaa'un mudlima, aad iyo aad bay umadoodu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Abbaaku markuu soo xidho muxuu xasuusan jiray naartii jahannama hudada ka duuli jirtay, dharaartii baa la arki jiray isagoo loloonayo meelaha taagan. Markaasaa la oran jiray war maad seexatid, isagoo u gutay. Markaasaa wuxuu oran jiray adhaba xaru naari nawm, naarta jahannama iyo kulaylkaygii ayaa hurdadiiba ii diiday, saasuu oran jiray. Sidaasay ahaayeen dadkii hore salafu haadihi lumma, saasay naftooda u dahiri jireen oo u meydhi jireen oo uga warhayn jireen. Taa yaa la rabaa inaan isku ekaysiino, man tashabbaha biqowmin fa huwa minhu, man tashabbaha biqowmin xushira macahu, ilaahay kuwaa ha inala soo xashriyo, aan ku dadaalno kuwaasoo kale ha noqonno. Wajazaakum allahu khayran وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.